سلام و رحمتی خواهی گورتان لبید بینرانی از خوشویست. لبرنامه اشتری چمک قرآن یکان بمیوانداری زور برز دکتر سید احمد پینجوینی امزاران تشک دخین سر بابتی مسیحی و گورکان لرانگی قرآنی پیروز و محصا جن زرشتر بخیر بی. اگر هر وکو دروازه که همون جرد سینه نو بابتکا لقرآن پیروز دیگه لوی وکو اهلی کتاب نوی مسیحی و بلنجو لکاتوا بلان بتخصیصش بوکو نصارا و وکو بيغمبر عيسى بن اي مسيحات هو يعني تزيا وزيا لفظان هي لو مصطلحان هي لبكر هنا ابو مسيحيه كان تونك هندي يقدر عند ابيد بكو نصارى نايمبرين هذا يقدر عند بكو مسيحيين نايمبرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قراني بيروس بوبر ريز وحرمته و اواني بيشخوي اواني كبيوزبون باسمان وبجبريل بوحي وبجهاني بالا بوبر ريز وقدر نايوناون نايوناون يا اهل الكتاب طبعا امنا وقت بها وقيمه قبل كده لك كبزاني الاواني تر وثنيبون وانت مشركون خا يقولون نوزي كده بجهل وجاهلي وبدون لا علم وعقل ومنطق وتقليد الاباء والاجداد وزور بخرافي نوزي كده لنا وانا هاتو اماني احتراما بوقت بو نسبتك هي انا بو اسمان بالايشان دابت ناينون يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب كلميك زور ناسكه زور محترمة زور جيجي ريزو بر قدر بايخة بل لقل أول شاك دوائي خويا باش أنا كاتشي على العقيدة على السلوك للممارسة للتعامل لقل أم بيغمارة لقل أم قرآن لقل أم أمة تازة أم خيرة أم أمة الخيرة لقل أواك همو يفصحي كدنو همو تو مارك يباس كدنو در خستون لقل أول شاك أبوش الناس كا نوزدي كدن بو شون كأمر ربتي كان بأسمان وهي كوابي نوزد كدني وان بأهل كتاب ريزو بو كتابك پیش اوی رز به بو خلقه که، بو ملته که، رز به بو موسی، بو عیسی، بو ابراهیم، بو نوح و هر و هر رز به تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم آمان. لبر خاطی کتاب که رزی و قدری لمان دانا و با اگر آمان شیعی او قدر و رز نبن کتاب کو پیغمبر کانن شیعه. احتراما علی من از عینین الف عینین تکرمو. آها جا اوس اما هل لو بس ک اسلام درگای واش کدو دگای کدو ته ولا سر پش بو او پیک او برجین چونک خوای ګوره اعلامی پیغمبري کدو امتي حالي کدو که امانه لګل یو ارجین دراو چې تانن کسو کار تانن نزیک تانن له جغرافیه له خوشو نه خوشو له سر او ضرا امانه تان لګل تما د مو بین شر جای دانه بو چونیتی تعامل لګل یان لبواره جور بجور و جاجا كاندا بواري فكري عقائدي جغرافي معاملة مصاهرة خزمايتي بوه بدورو دريش قرآني بيروز باسي أهل كتابي كدو ونوزدي كدن بأهل الكتاب كأما أو پر ريز وقدر فلا أوان بچي بأيما ألان شي لتوراة وإنجيل بأيما ألان وثنية كان ألان كافرة كان ألان مشركة كان ألان حشرات كان آفتة كان جائتا ألان قاب شي تيابو او تیاره خاپی ایم خوشبختانه هنگونی تیاره ایت خاپی خلکی تر اش خرابانی تیاره بد آخوا چون که هر اول که ری داونیت پال پیغمبر کان داونیت پال کتاب و خانواری و ثقافه و وحی و آسمان او قدرتن اجلال و تکریم بر راسی برابر با خلکانی که آوان به پیغمبر الان ساحیره شیتا دروزنا مفتریه و الى اخر انواع واشكال الشيخ رافه دنا فعلي بداخله جاهر براسي ام اهل الكتابه هي اويا دعاته بانكوازا كانوا حد ولا وقشي لسيد رابوسي كايني فيروز اسام شون مسلمانا فير ناسك بيجي كان ناسك بيجي باكا سكر شيا ونبي باكا سكر اهل النبي باكا سكر دشمن به وقل لعبادي يقول التي هي احسن امام مصداقيتي كباهل الكتاب نعم هذا ما وصل لهند شوين خوي قلت فيهم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى يعني في عمر عيسى عليه السلام دفن من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله أو نصارى ما ناكيتسيا نصارى طبعا قرآني في روز ناوي نناو المسيحي وأم ناوي خويا نهلا برجادة بوخيان وأو ناوي زور ختريشة يعني إيما خوانا برسين بشرة برسين رونا كان اسم روي كان زوي رونا كان جهاني بالا وبيقد وباك وفريشتر وكان خاك وخر شهوات وشبهات وامشتانا ودينا كان هنا مسيحي مثلا اگر اوان طبعا يا نسبه لدن بال بيغمبر عيسى ودلن اما يعني مسيحي شنكوتي عيسى اما زور زادنا اما محمدين يعني خو من بال بيغمبر محمد زي وزي كمان لو سي بوتي بو اوان خلاف بو اما اسايه اما خدنا لين محمدي هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا
بعكسه يعني كسي كبير جيل بمسلمان بدا على محمد يكان او مسترشق مبشر كان اقصى كان قائم بخمار المحمدي لبروا او كلمه او مسيحي غلطه ذاك غلط بو ام شو غلط الدفاته كينوا لبروا خوي قال نا النصارى نصارى يعني شي يا للنصرة انصار ومن انصار الى الله كأو مرجوحه قولي راجح بقود او يك اما اتباعي او كسن كلا ناصره بيت لحم لدايق ولا فلسطين لقدس ومنطقان الدايب او نسبته ولايك النصارى بو ولاي ناصره ناصره شارك لفلسطين لقدس كيس بيوتي بيت لحم باشا يكم كنيسه لويه لقدس كنيسه القيامه كابي عيني اسلام بمسيحي ناونا وخوان خوان ناوزات كتب مسيحي وفعلا اوان خوانا فرسن وبإجيل تراد رفتار ناكن وإنما بشرك أفرسن جاء بشرة بشرك ناوي ناو كري خوان عوذ بالله وناوي ناو سيكي خوا شنك أوان مثلث يما موحد يما يخوا أفرسن تواو أوان ألان أو مريم شخوايا عيسى مسيح شخوايا وروح القدس روح القدس اللي قال يعني سيء هنا أو جاء علي يك دو سيء يك أو جاء كإجمالنا على هرشي كان يعني يك هيك يعني هرسك يعني بشويك خد نقش كان نكنس كان أفراد مسيحية كان في طول لزان كان هيش سري لذناك شو كأو نغلطة أو نمحرفة كس هنا عقل نمنطق نعلم ندين نواقع قبولناك شو نيك سي سي يك يعني وهكذا المهم عن أسف آن نسبة بلا بشر يا من نسبت مع الإخوان نسبت يا هو سمع كل المسلمين من قبل في هذا أو جاء أفرم آخر سورة أنعام وكأفهمي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وأنا من المسلمين كأبي إما نوما مسلمة ودين أكوان ناوي إسلاما كأبي بكرتي بختي إما انتساب انتماما بو منهجا بو مشروعا بو نقش الرقا كيا نقبو أمروبا بو آسمانا نقبو زوية بو الله يك نقبو عبد الله جاء أبو قولتين فرقة لبين إسلام ومسلمان لقل يهود ونصارى وانتر حتى يهود نسبة ولا دان بشرك إيكا كلا رولكاني حزتي يعقوب براي حزتي يوسف أوش نسبة ولا مروف قال يهودي يعني يهودا نعم موسى ما زرزا لمنطقي إسلامي ودلنك بيان صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة كبرى إلى روجي قيامته زرزا يعني دل ما خوش دكين بو شفاعة زرزا حتى مسلمان يعني كم ترخمي لك أقول نحن زام ده ضرب وخش كي دي بربر شفاعة في عمر الكبي لهذا نك إلى مسيحية يعني هم بيرو كي كذلا عيسى المسيح عليه السلام أو بوتا قرباني وإدي ما قال نحش بين أو بعد ذاك إذا أو خي قول لي ما خوش بيتن أرجو أسمان فرقتي طبعا جهل مسألة شفاعة خلافتي يعني أشتكي كي بنا شفاعة ديانية ومجا شفاعة بوكية القرآن بريوت لا يشفعنا إلا لمن ارتضى إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أو هم آيته ومربوطة بيوسي خواه أم جاءه معناه وأنا باري لبيته تمر باش وإشي بشري لبكته هجنك وكو مسيحي كانيك أصلا قبرتين خطر لمسيحية أمية كألا خوا أم عيسى كري خواه نعوذ بالله إتا أما قبرتين جناية لم يجواك خواي قبراء فبيل وأنا خريك كي وكان أرز بتقيت ولا خمان قال اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماء كسي وشي وين كدوا تشق الأرض أما أو جينات قوريان كدوا أما يك بو شي أما كان بو أي هش عملقنا كان هش شتكي عملي فكري عقائدي خير خواجي جوان كاري هر خريك شر وشور وما دو خوفرسيو أنا بن أم جا دعائي بلن ما دم خواي قورا كريكي هبوا أم جا أو كري سر بريو خوي أمري أعدامي در كدوا لخاج دراوة بلاسي جولك كان كيسه كدنان ببرا وخوشي دوشي خويان باشا ام جهره بوچي ام خو ام كوري خوي او كد بقرباني تاو كو اواني اتباعي ام دينا ام مشت محرفا بكيف خويان للشبهات ولشهوات ولبر الله ولانطلاق حتشي موبقات ومنكراتها وجه وجه كان شنك اغني كان خوينكي مسيح بفي الرو الرو بويا ابي جنايات كان تاب نقاقيان أو ساعتي جاندن أم جا سري صار أسم بلاي قشيك بابايك أو بابا خوي دانا ولا جيجي مسيح كدي في مسيحة شوك دا أدن في بيته كرسي لإعتراف هذا أدن برابري ولا أدي أم صالشيت كدوة بو إجراتو من كرعتو مو بقاتشي كدوك أو خانوه طبعا جعيبنية أجد ويا اللي داون بارم بلا يشتكي داتو بناوي تشكي ليخوشون تشكي ليخوشون سكوك الغفران
بس في سكوك الغفران يعني شكل بردون لي خرم حتى مشهور على جولكي في البعض روجي كان شو بلاي ام بابي بابي او سردمه وتي جنابي بابا من هاتوم خلق بهشت ري كيلومتر بونو كيلومتر بونو او نو بونو من هاتو جهنم بكرم اولتي جا او بعقلي شلون جهنم كري وتي من هاتوم تو حقاق شي جهنم بهر بدز ايوانيه وتي با وتي دي خلق شيداي وكرياري بهشت من كرياري وشيداي دوزخم دوزخم بي فروش وتي شن كيلو شن متر وتي هموي وتي بسنه وتي حشيد ادوي ادمه فريكي هائل وزور وخياري داي خنيك انجا وتي او بمنوشي جهنم هموي بوتو عوش حال نزل دبلا يكدو تي مسيح كان عالمينا خلقك اي اوروبا ورومانا بحياة المسلم بلاي بابا داي شكي دو خشوري ما كان يكفل شي مدني تلك او جهنم من كري وبلين بنا يعلم قصة اللي تبشي بوشي هو حياة مسيحية وحياة بابا وقشو فاتيكان واماني بر احزاب بداخوة يعني ايني فلسي اسلام بناي مرو بناي نناون بناي او ذات باشك لناو فلان شهر لديك بك نام منان ناصر وبيت لحم او ان خوان داوت بالي شخصك طبعا هر او بو خو عيبداريه كمشروع ناوزت بكري بناي شخصه حتى اكاديمي شيعه وسنه يا ما بناي نسبه بناي منهجك كم منهج اخويا كقران وحديثه او ان نسبه انت كده بناي شخص بو يا اخويا بنك باسي ابراهيم كا افرمي من شيعته ابراهيم يعني يكل اتباعي في غمر نوح ابراهيم ابراهيم واتى تابعي حزت نوح عليه السلام منهج الرجاء او شخصيه شخص بولا اي شخص بالنسبه لي ام بولا منهج ولا مشروعه نقول اي شخص نقول اي شخص اول دبار لا سايك انه مسيحيه ويهوديه يهوديه ولا يهودايا مسيحيه ولا شخص تابع نسبه انسان ولا شخص شوكه نسبه انسان ولا اسمان ولا اخوا ولا مشروع منهجك في قوله أو حقة الدين لا درك هل لو بسم الله درك كأيما لسر حق وغير أيما لسر باطلة أو وخي على أتباعي الشخص كعالية أو يتجرى أتباعي الشخص كمسيحية كمسيح عيسى أو أتباعي الشخص كناوية يهودية موسى بس أقدر حر سير قرآن ممكن لما سلي خلق دروس بوني بيغمبر عيسى عليه السلام هزنا كان تايب المنديكي لبروش مسيحية كان بولا دروشتن كبلنا وكوري خواتن كبابي باوك لدايق بوا أخوة قدفن ونفخ فيه من روحه يعني أول تيبان من ديونك عيسى عليه السلام هيتي لبيغمبران تكنية لبرو مسيحية كانش تقديسك كان بوشي وكردوه خوي الكدن خوي الكدن كخوانا ينهم ضالون وأمانة آسانة إنسان سور آسانة أتواني شوك هركس يكون ولا مكارم فضائلة إذا شيء عبو جيسا إليه شوك شوك يدلي سهيل باسي مكارم حضرت علي أو فاطمة وأمانة دهن ده شيء برابر أبو بكر عمر ولا يعني في رد الإسلام ما يقاطع كدوه أفرمي أوي لقرة لقرة نابي نسبة بدر ولا أبي مسلمان مربوط بشرعك وبمنهجك وبأسمانه بس بخواه لودس بيك إياك نعبد وإياك نستعين فبسم الله الرحمن الرحيم وعكس الشيطان الرجيم بويا أما خلطة كان لودس بيك كوابي حتشي بكيت وهتشي نكي مادم نسبة بوداي شخصة تهرب بشوكي تلك خلقي قورة بدوري مشروعة أقول يتوا خلقي بشوك بدوري شخصة شوكتر وبيكالكتر بدوري شيئا بدوري اشتاكل وبلا عقليته سي اس هي هل يسمى يعني تركيز لسبب كنو ولادة عيسى عليه السلام وشوازي هاتنا الدنيا فعلا خوي معجزية ابنبو بيقوان معجزيشة بلكو حتى لقرآن في روزة باسي ولادتي خوشو اسمها النية بوي حتى بعض كسي قاله كالي أم مولودو شمكا وخراف وأمانا كالي بلقى كاني أويا بوشي باسي في غمر يخوان لقرآن النية تنكا بمعجزة دايق نبوك وإن قل إنما أنا بشر أي عيسى وشي باسي هي لباسك باسي معجزة وإعجازي الله باسي قوتي خواهك أتواني سنتي خوي بقوري نك أزاتي خوي أو كسب بشي ولا دايق شخص نية بهي جوري كوابي ربتي إيمي إيمان دار نية بشخص يكوا وإنما باسي قوري ودى صلاة خواهي كسنتي خوي أتواني سنت دابني بلام وكو معجزتي كشي بدا أقد دابني أسوتي يعني بلام برابر بإبراهيم فرمي يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وهكذا أيد أنا أبو إنسان نقم ببخن كينا كشي أي كان بسبب رزق أربوني حزتي موسى وأتبع باشكي وبيته هوي نغروك النخن كان دني فرعون دسو دايركي هل يكاتا كابي خوي دور هم رقي قردوني بخوي دعاني سنتي كوني أتوانا أسنتيش تكود أوي فيوتي معجزة كابي بوني حاجة عيسى أم دورو دري ركبات سكري لما أي دولة شوانا كان يترى
باسی اوی که بشویه که معجزه اصاو بیوینه و لا سابقه لدائق بوه موسی سبارد به معاملی یعنی هر دو طایفه یهود و نصاره لگل مسلمانه یعنی کمین مترسی دارترین با مسلمانان کمین نزیکترین لمسلمانان زور زرواتی که در فیلم لا تجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود ولا تجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى او اتباس لمرحله شدي الكراو دكا يعني قاعده شعامه شو كان سيري ميجوب كاين هذا كاين او هم في قدادان اللي خشان اللي نوان مسلمان مسيحي بوا كم تري لقال جولك ابوا لكاتك دا اتك صريحه ك يعني هذا كي جولك دجملي سرسخت لانه النصارى كان نزيك ترين المسلمان هيك لو اياتانا ك هروا بسعدي ببيت تدبر ببيت تفكر بسرياتي بروين كونوا نيمان كونوا نيومان أو آياتك خنتو جنابت وأكن كوا مشركين جولك كان أشد عداوة ونص القرآن شيء ثاني بلهم باسي كأنه نصارى وقرآن أشد عداوة لين بشت آياتك كبخني توا تاتوابيكي جهابك في لقائد منهم قسيسين ورهبان باسي وككم الله النصارى هاتون لنزرانا وهاتون لتمدينه وخدمتي خوشوي صلى الله عليه وسلم لبردمي أو بيغمر خوشوي أو ياوري ياوري نازارانا في غمرك حواري هي هوري لقلكم بالحكم والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن أو زي مسلمان بون كمسلمان بون قران وتو أخوي قرر بعسي أو لقطاءك نك بعسي أو كاك جولك أو مشركين خراب لقل ما ناو أشد عداوة بلام قاور كان ومسيح كان نصراني كان باش لقل ما نا حاشا وكلا نازا شون أو خلق آيات أو تقطيعك بشرت أبي سابقو لحقك بيك خانيتو شون أكل جملة فعلك بلا فعيلك ان الله فعل فعيلك بلا مفعلك حذبك اخر جمله معناه نهايه لبروا بزور حيف مخابا ام مفسرين انا ام خلقي استاد دعاة خطباء وحقوكم مسلمات بس عرون كبر رجلك او انا زور خلاف المشركين وجولك برام ان كان معاملين خرس لك الامدا بينما هاتشي جولك شريك دو صليبي فيك دون وامان سرقاف لو طابري خاميشي صليبي بون وإيسيج نية حزكم جنابته همو كتبزاني أو شرعي كجولك إيكا إسرائيل إيكا لديجي مسلماناني فلسطين لتشلو هشو تألعانا هو حربي صليبية حر هر همان لقطيك لهمان بشيك لبشي هيرش الصليبية كا خات برسكان ولا مسبب جولك إيكا بويا إسنادي أكن اتحادي أوروبي لفرنسا لألمانيا لكندا لأستراليا أو جزائدا أمريكا جزائدا من عركاني أبو جهل حمالة الحطب لخليج هنا أوانى سلمان ابن زايد وأمانة أوانى هموي أما حرب صليبية كي وأما لقطيك وأما بشيك وبوشيك لقوشكاني زنجير الشركاني صليبي لجدي مسلمان فهابي إسرائيل نيابة بنيابة لجاتي أمريكا أوروبا وحرب صليبية كا فهابي أم شرط حرب صليبية فهابي حيف ومخابن جاري كي تتكاكم أو آية تهوكن كي يخين نوا باسي مجمعية كأخوان قولا فمن تفضوا عيون من الدمع وكان آيات كان جوان بخير نرو باسك على إيمان إيمان من هنا بمخوا بفيغمار ولكن بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وبتواوتي تسيبون بفيغمار وبم إسلام جوان باسي حالتك وباسي مجموعية كفا نك باسي مطلق جولك وقاور موصلنا كرو آيات ريا ممكن نوي زيات البدا كذا فنود ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع أمو مجمل القرآن قشي بيكو باسي عنك قشي بيكو باسي عنك مغضوب عليه من قشي أم جائسة أما لنا يك أخو شر يعني هو أوان جولك بقاول الله مريم زناية زناية كدوة وقالت النصارى ليست زناية أو كان صالت لم دوا ياسر يعني ودجي مصمانا كوتنا لشرقوش أبو ملايين اللي يكوش كوا كان هاك صليبي جولك كان راونا والأندلس الأندلس بيشوا زيان لك وقت الأندلس قوما لمغربي عربي ولا الجزائر ومغرب بيشوا زين لكم مصومان كان يشان ويجي يقول لك الاستاذ زي ما هو اجينا هذا المحامي كيمي تفتيش هو يجي يقول لك الاستاذ زي انا اما اول شيء كما هي ثلاث تاكي لي بريبون وانا هر خاكي مصومان بيشوا زين للدوله العثمانيه لهيت لي رزقار كذا باب زاني فاب هر تقوى فمن امن الرسول بما انزل اليه من ربي والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من الرسل بس مصومان صاغن مصومان راسن مسلمان درونا كان وفرتك الله كان أو أن هل بك إيمان إيمان بمحمد هي هل وهاجمان بموسى وعيسى وإبراهيم وأن هي
ایمان به قرآن هی به همان شو ایمان به تورات انجیل هی پیشی او جو کرنو لنگا قوس کرنو دستکاری کردن مصدق لما بین ایده من الكتاب ومهم من علیه دهان آیات من لوگ وارا هی که اما هم ثواب ایما چنا اگر رزو بلین محمدین او نیش عیسوین او نیش موسوین او نیش ابراهیمین او نیش نوحین و او نیش اسماعیلین و هکذا و چنا ایما بار من اهل قرآن او نیش اهل تورات صحیح او نیش اهل انجیل و صحف ابراهیمین پیش آور رو کنو و نگاو کش کردن خواهی گروه پداش بخیر دو تمام سجن بینرانی از خوشویست القیشتری برنامه چمک قرآن یکم بخواهی گروه تانس بینید خواهتان لگم